نبدأ بأول سيستم. أول سيستم اللي هو heat seeking missile. heat seeking missile الفكرة الأساسية فيه، في طبعا هون سنسر راح يكون أو مجموعة من السنسرز، وعلى أساس السنسينج هذا الهيت سنسينج، هلا أنا ما بعرف بالضبط تصميم الديتيل تبعه، بس لو عندي هون differential heat sensors يعني بدها تحس بالهيت انه هيت جاي اكثر من هاي الجهه من هاي الجهه، بدنا يصير في الجوريثم معين راح يصير يعدل، وفي اكتويترز راح تكون بمكان ما في هذا الميسايل بحيث انه يغير الاورينتيشن او يغير الكورس تبعته. طبعا هون ايش واضح انه السيستم داينامكس فيري امبورتنت، لانه السيستم داينامكس هون مهمه حتى يكون في عندي فاست ريسبونس، تعطيني فاست ريسبونس او انا بحتاج فاست ريسبونس لانه الحركه تبعت الطياره راح تكون سريعه، والطياره راح تحاول تعمل تتفادى هذا الهيت سيكينج ميسايل، مزبوط؟ فراح يكون في عندي شارب مثلا ممكن تلف لفه سريعه، ممكن تحاول مثلا تطلع فجاه وترد تنزل مره ثانيه، فلازم يكون في ريسبونس سريع وذين مايكرو سكند، مايكرو سكندز او ملي سكند يكون في ريسبونس من نفس الهيت سنسر. السيستم داينامكس تبعته مهمه، يعني ما بقدر هون السيستم هذا يكون بدي اياه يكون سيستم سريع وبعدين هيت سنسر تكون الريسبوند التايم كونستنت تبعه 1 سكند او 2 سكندز، ما راح يشتغل السيستم بشكل صحيح. الاكتويترز كمان اللي موجوده هون، بعرف شو طبيعه الاكتويتر، تكون مثلا شيء غاز او شيء معين راح يعطيني بحيث اني اقدر اعدل المسار بشكل سريع اذا عندي فاست ريسبونس. وبعدين كمان في عندي مشكله استابيليتي، هذا السيستم ممكن يصير انستابل، ممكن هذا الهيت سيك مثال هون عماله بيحاول يتبع السيستم من هون يصير انستابل ويعمل كراش مثلا، يوقع زي اي طياره او اي ماد فيكل. اذا السيستم داينامكس هون فيري امبورتنت في الحاله واضح. لما بدك تجاوب تحاول تجاوبني بهي الطريقه، بدك تحاول تفكر بالاشياء المختلفه اللي بتسبب ليش تكون السيستم داينامكس مهمه. واضح انه بهذا السيستم اكيد السيستم داينامكس مهمه، بدي فاست ريسبونس ستابيليتي، حتى الانبوتس اللي بدي احاول اتبعها عمالها بتتغير بسرعه، يعني زي ما حكيت المسار مثلا ممكن فجاه يتغير بهذا الشكل، الطياره تحاول تتفادى تو ايفيد حتى يتفادى هذا المسار. ففي عندي طبيعه السيجنالز اللي داخله والديستربنسز هائله جدا، فبدي السيستم داينامكس بالحاله هاي مهمه. ناخذ المثال الثاني، ساتلايت ديش. والساتلايت ديش هذا بده يتبع ساتلايت، في عندنا اذا بتعرفوا في عندنا فوق الاكويتر في عندنا عدد من الساتلايتس، مجموعه ساتلايت فوق الاكويتر، هاي الساتلايتس اللي موجوده فوق الاكويتر بتلف حوالين الاكويتر، اذا اطلعت عليها من الارض بتعمل فيجر اوف 8. عارفين ايش يعني فيجر اوف 8؟ يعني عندي لو اطلعت هون هذا الاكويتر، فوق الاكويتر في مجموعه كبيره مثل اظن 18 ساتلايت، انا مش متاكد، اللي هي مثلا للجي بي اس فرضا، في 18 ساتلايت تاخذ 18 اشاره للجي بي اس. هدول الساتلايت اذا الدش هذا بده يركز على الساتلايت يعمل تراكنج للساتلايت، لما بتطلع عليه من الارض راح يشوف مكانه بيعمل فيجر اوف 8 بلفه كامله حوالين الكره، لما الارض تلف حول نفسها لفه كامله 24، هذا الساتلايت ببين كانه تحرك على فيجر اوف 8. فهذا الدش بده يعمل تراكنج لهذا الساتلايت، لكن الحركه بطيئه جدا. فانا اعطيت مثلا هون مثال السبيد تبعت حركة الساتلايت أو تغيرها هي 1 degree per 30 minutes. هذا التغير بطيء بطيء جدا، السرعة مش مشكلة كبيرة كلها، لكن بدي بس هذا الساتلايت يتبع الهاي. فهون بنقدر نقول انه السيستم داينامكس رغم انه احنا ممكن نعمل موديل، ممكن نعمل دايناميك موديل لهذا الدش واحط له انبوتس واطلع اوتبوتس واشوف ايش. عندنا inverted pendulum حكينا عنه قبل هيك، inverted pendulum فرضا لو اخذنا هذا السيستم اللي موجود هون، وحكينا تتذكروا المره الماضيه حكينا هون لو عندي هون potentiometer، وبدي اتاكد انه هذا السيستم داينامكس مهمه فيه. وفي شغله اضافيه، هذا البندلم كمان احد الاشياء اللي كنت تتذكروها انه احنا بدنا نتحكم بثيتا، لكن احنا فعليا كمان اذا بدنا نتحكم بشكل صحيح لازم نتحكم بالاكس هاي اللي موجوده هون، لانه هذا السيستم اذا انا ضليت اتحكم فيه وحاولت اعمل ستيبلايزنج لثيتا بس، ممكن اكس تصير انستيبل. في عندي تو فاريبلز مظبوط، ايش الفاريبل الثاني؟ اكس اللي هو البعد بين هون هون، ما بدي اكس تصير زيرو او نيجاتيف، واضح ليش؟ ليش؟ فعليا هو طلع عن التراك خلص بطلت اقدر اتحكم بالسيستم. فهون فعليا السيستم داينامكس مهمه، لاني لازم اتحكم بثيتا ويكون عندي فاست ريسبونس،
فالمحرك اللي موجود هون اذا كان هذا مثلا جيرد دي سي موتور، اذا كان عندي موتور دي سي موتور وعملت له هون جيرنج، احتمال كبير اعمل له جيرنج بحيث انه يتحكم بحركه هذا اللي موجود هون، بحيث انه انا بصير بغير الدي سي موتور، بدي اخذ ترانسفير فانكشن تبعت الدي سي موتور. الترانسفير فانكشن اللي موجود يمكن هذا البلت يكون فيه سبرينج افكت، ماشي واضح فاهمين؟ هون الاستيسيتي، ممكن يكون في الاستيسيتي في هذا البلت اللي موجود هون، في ماس لهي الكارج، الكارج هاي لها ماس، وبعدين في عندي كمان ماس نفسها معلقه على هذا، يعني يمكن يكون في عندي ماس في نهايه هذا البندلم اللي موجود هون. بحتاج فاست ريسبونس، والسنسر نفس السنسر كمان هون رح يكون في فاست ريسبونس للسنسر، هون عندي بوتنشيوميتر مثلا او شافت انكودر. في مشكله استابيليتي، وبعدين كمان عندي في تو اوتبوتس تو بي كنترول. ماشي واضح؟ حلو. اذا هون ما صممت على السيستم داينامكس ما بنجح السيستم، رح يكون فاشل السيستم. ما بينفع اني اعمل طريقه بسيطه جدا في الحركه لانه السيستم رح يكون وقع وصار انستابل. اذا هون الاستابيليتي مهمه في هذا السيستم. السيستم الرابع بامبنج سيستم، او خليني امحي السيستم دي، ووتر بامبنج سيستم. هلا ووتر بامبنج سيستم بس بدي احط مستوى المي في هذا التانك يكون تقريبا فل. ما بتحكم عمالي انا بليفل، ما عندي مشكله ليفل. هلا في بعض التطبيقات بكون الليفل، ارتفاع الليفل كريتيكال في بعض التطبيقات، مش في هذا التطبيق. فهون الليفل نفسه نوت كريتيكال، وحتى كلمه فل كلمه فازي، يعني ضبابيه الكلمه. فل يعني لو كان مثلا هذا ارتفاعه متر، لو كانت هاي مثلا 950 ملم مقبول، لو كانت 970 ملم مقبول، لو كانت 920 ملم مقبول. اذا حتى الارتفاع مش كريتيكال، ما بتحكم فيه بالضبط. كل اللي بدي اعمله هون بدي بس اعمل سنسنج على الليفل، ولما الليفل ينزل على حد معين اضخ كفايه بحيث انه يضل. فلو ضل هو مثلا ما بين متر و90 سم هذا كمان يعتبر مقبول. فممكن احط سنسرز، تو سنسرز، سنسر عند ال100 مثلا وسنسر عند ال90، لما يوصل 100 مثلا يوقف ولما ينزل عند 90 يشتغل. هذا هون اون اوف سيستم. اذا السيستم داينامكس هون ديفنتلي مش مهمه. اوكي نو. هلا ممكن في حالات معينه يكون عندي تانك، والتانك هذا بدي الليفل يكون دقيق بشكل دقيق، وفي عندي اوتبوتس عمالي بتحكم فيه، باخذ اوتبوت من هون. يعني مثلا يكون عندي تانك هون، في عندي محبس عمالي باخذ منه، والارتفاع هون موجود، والارتفاع كريتيكال بدي اياه يكون بلس ماينس مثلا 1 ملم لسبب معين، بدي هذا الارتفاع يكون دقيق. وفي عندي بامب هون عمالها بتجيب مي، فهي عمالها بتعبي مي هون، وعمالي باخذ مي من هون، وبدي اتحكم بالليفل هون يكون بالضبط 1 ملم. واسوء من هيك مثلا كمان بدي اتحكم بدرجه الحراره. هذا سيستم ثاني عم بحكي الان غير السيستم هذا اللي موجود هون. فبدي هون، فانا عم بتحكم بثيتا وعمالي بتحكم. لاحظوا هدول كابلد مش دي كابلد. عارفين ليش كابلد؟ شوف لما انا بسحب مي من هون عم بسحبها على اي درجه حراره المي اللي طلعتها؟ على ثيتا. لا ما انا سخنته هذا، عم بسحبها المي اللي بتطلع ايش درجه حرارتها؟ ثيتا. لما بعبي من هون على اي درجه حراره بتكون على ثيتا ثاني. فسحبي للمي التغير بالفاريبل او محاولتي للتحكم بمستوى المي على ايش اثر؟ كونفكشن حراره على فاريبل ثاني. وطبعا في مشاكل كونفكشن كمان وهذا. اوكي ماشي واضح. فهذول عندي كانه تو فاريبلز، عندي الليفل اكس مثلا وعندي درجه الحراره ثيتا. وهون عندي سيستم داينامكس بتصير مهمه. بنعرف نطلع، بتعرفوا تطلعوا موديل لهذا التانك المي اللي فيه وارتفاع ال تمام. ايش الانبوت؟ الفلو تبع البامب، كانه هذا الانبوت. يعني يمكن يكون هذا الانبوت فاريبل. لو واحد بدنا نحكي ترانسفير فانكشن ايش لازم اعرف؟ انبوت واوتبوت. وكمان في عندي هون اثر للاوتبوت فلو كمان، ممكن كمان في عندي كيو اوتبوت مضبوط. والكيو اوتبوت على ايش بيعتمد؟ اذا كانه هذا لامينر فلو على الارتفاع، على الارتفاع. اذا الاوتبوت من هون لامينر فلو بيعتمد هذا على ارتفاع السائل اللي موجود هون اللي هو بيعطيني بريشر.